مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، افتتح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة معرض الخريف بنسخته 27 بأرض المعارض. ويشارك في معرض هذه السنة أكثر من 750 عارضا من 21 دولة تعرض آلاف المنتجات تشمل الأغذية والأزياء والأثاث والتكنولوجيا، إضافة إلى لعب الأطفال والمنسوجات والإكسسوارات والأدوات المنزلية. وقد أعلن القائمون على معرض الخريف عن زيادة فترة العرض إلى 10 أيام، مما سيتيح للزوار يوما إضافيا من متعة التسوق. ومن المتوقع أن يفوق عدد زوار معرض الخريف هذه السنة 200 ألف زائر من داخل البحرين وخارجها. اليوم احنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض ندعم جميع قطاعات السياحة وبالأخص قطاع المعارض. اليوم السائح المعارض يوفق أكثر من السائح العادي حسب إحصائيات الأمم المتحدة UNWTO. احنا ندعم مثل هذه المعارض وأهم الشركة القائمة على المعرض على التنظيم الجميل وعلى المشاركات الدولية. للأمانة شفنا اليوم 70 مشارك من جمهورية مصر الشقيقة. في بورصة البحرين أقفل المؤشر العام اليوم بارتفاع وقدره 5.3 عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 215,491 سهما بقيمة إجمالية قدرها 75,087 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 24 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 91% من القيمة الإجمالية للأسهم.